السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم عندي دائما. اللي مازال عاد يدخل يتابونا ويفعل الجرس باش يوصله الجديد، واللي يدخلوا عندي جداد مرحبا بهم، واللي مازال عاد يدخلوا تهما مرحبا بهم. ايوا اليوم كما راكم تشوفوا راني جيت لهاد البلاصة هنايا، كان هنا دوك داك البني القديم، المآثر التاريخية يعني الديور مهجورين يعني من الله يعني داك الزمان واسمو كانوا هاد الديور. ايوا راني جيت باش نوريكم هنايا وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله هاد الفيديو. غادي نوريكم واحد شويه ديال المناظر الخلابه ان شاء الله من الفوق، خليكم معايا حتى الاخير الفيديو. كان هنايا الحوش، وكان يعني ديك الصفحه تاع الحجر بلا ما يسيمو، الصفحه تاع الحجر يعني في وسط الحوش، والديور دايرين بها هكا، ما يديروا لا سيمه لا والو. ومع هذا وقت فصل الشتاء يعني الدعوه راهت خضار ما شاء الله، يعني الدعوه راهت خضار، الارض خضراء ماشي كما من قبل. كنت مشيت لواحد الجبل نيت الصيف الدعوه ناشفه، يعني كاين غير داك الشجر ديال الكاليتوز هذاك اللي كيخضر هذا يخضر الجبال. او حجره طاحت، غادي نخلي هذه الحجره تقلب. جينا هنا لهاد البلاصه عجبتنا، بغينا ناكلو شويه تشين، جبنا معنا الخبز والتشين. هنا يا حسن هاد البلاصه هنا زين، كان بعد الحجر هاد البلاصه زين. هنا التشين نحط فوق الصاك الخبز، قعدنا في هاد البلاصة باش نرتاحو شوية، إيوا ناكلو اللي تشين، ما نويناش حنايا على الخبر، ما لوكان جبنا درنا هنايا الطاجين ولا الحوت ولا، إيوا جبنا غير اللي تشين كيما راكم تشوفو، سمحولنا بزاف وبصحتكم وراحتكم، إيوا ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو والمناظر الخلابة إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى من الاخ محمد اللي في ليبيا يدخل يشوف الفيديوهات ديالي، واخا ما عندوش الكونيكسيون يحاول ما امكن يمشي لسميتو لهذا، ماشي ما حل هكا فيه الكونيكسيون ولا ويشوف الفيديوهات، لحقاش كان بغى يشوف الفيديوهات ما قدرش يشوفهم لان تما عندهم الظروف في ليبيا. وما تنساوش خوتي تفرجوا الفيديو كامل، الله يخليكم من ديروا الفيديو الله يخليكم تفرجوا له كامل حتى الاخر، وماذا بكم تفوتوا حتى الاشاره تفرجوا لهم باش الاخ عبد الله يستافد شويه القناه. الله يحفظكم ويخليكم وشكرا بزاف وبصحه. هنا التشين ديال بركان. رحنا عاد نسارى بكم، فطرنا بالتشين والخبز ورحنا نستارى بكم. كاين هنا هذه خرابه، وكاين هذا الصبار، هذا كان يقولوا له الصبار، هذا الدعوة هنايا تبارك الله، يعني الإنسان يحس
يحس بواحد الراحة النفسية كما نقول لكم، والطمأنينة. واه الراحة النفسية والطمأنينة. وكان هنا الحجر، ها هو الحجر، كان الأعشاب، هذه خروبة، هذه خروبة هنايا قديمة. إيوا ما شاء الله تبارك الله، المناظر الخلابة مزيانة بزاف. ايوا اخوتنا المشاهدين، اليوم درنا لكم فيلم وثائقي، ياك عبد الله. والله الا فيلم وثائقي، خص غير نكتشفوا هكا المعلومات. دونك باش نصوروا يعني الحيوانات خصنا كيما نقولوا الكاميرا اللي كانت كاميري بالبعد، خصنا البورتابل باش الكاميري به ما تجي توصل ديك الحيوان حتى تلقاه زهق، تلقاه هرب. بخصوص الطيور، الطيور غير يشوفوك قربتهم يطيروا. وانا نهودو لتحت عطاني مختار ليه، ها يبان لي بحال الواد، خصنا نمشيو لديك البلاصة دايرة كاين واد. كان هنايا عالية ما بغيتش نكز، راني نتبع غير الطريق. كاين البيت، كهف صغير، كهف صغير بزاف، يقدر بنادم يدرب فيه ما يتصب الشتا، إلا جا الإنسان لهاد الجبل شداتو الشتا ولا يدير يدرب تحتو. إيوا كاين الكهوف اللي يعني كبار، هذا كهف غير صغير، يعني كانوا حفرو صافي قلعو به داك الصلصال. حيت هذا التراب الابيض ديالو، هاد التراب هذا كانوا واحد دار عمي يسكنوا في ريسلان، بيه باش كانوا يصبغوا الحيوط، كانوا يقعدوا واحد كل عام واحد المدة طويلة ومن يبغوا يصبغوا بهاد التراب ديال هذا. هو كي داير هذا اللي يصبغوا به، كيديروا في سميتو في الماء غير باش يصبغوا الحيوط ويعطي واحد اللون زين، لون طبيعي. رانا نردكم للزمن الجميل، نردكم للزمن الجميل ونعرفكم على الفرع، على كلش واسمو كان في ديك الوقيته. ايوا انا نعيا ما نعرف، يعني اللي قدام هما اللي يعرفوا احسن بيا. المهم انا غير بغيت نشارك معكم هاد الفيديوهات، نبغي نبين لكم حتى انا شويه ديال المناظر شويه. حاليا انا راني داخل في هاد الغار، وانا نصور لكم من الداخل يعني البرا، يعني كنبين لكم من برا. ها شوف راني داخل في هاد الكهف، ها هو الكهف، ها هو من الداخل.
ومن برا يعني الخارج ديالو. هادي كانت دار تهدمت، حنا رحنا من فوقها، كانوا دايرين الكوزينه، كانوا دايرين البيت، وبقات يعني غير الحجر هكا، الحجر يبان كي الجبل هو كانوا بناوه، وغير الاثار ديالها رحنا عادها ودين بغينا نشوفوا ليها لتحت عند داك البقر، لهيها نشوفوا سمو تما واش كان شي واد واش